واول سؤال من الاستاذه علا. استاذه علا، ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك لنا فيك يا رب. بخير الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يطول الدنيا واخره يا رب. يا رب يا رب. انا عندي طلب بس، محتاجه رقم مع حضرتك ضروري. الله يخليك. خلاص حضرتك خدي الرقم من الكنترول ان شاء الله. عند حضرتك سؤال تاني يا استاذه علا؟ هو طلب رقم حضرتك وسؤال بس. اتفضلي. ان يا ريت هو برضو ايه فكره برضو ليك، ان ممكن الراجل يوفر على نفسه كتير، وخصوصا نروح كتير من الرجاله، اللي هو يبقى مش البيت ما فيهوش سمنه ولا زيت ولا سكر ولا اكل ولا شرب، فالست ما طبيعي هتفضل تطلب، فاهمني؟ يعني في النوعيه دي، وفي اللي هو على حسب مزاجه. انا مزاجي اللي من دول تمام وزي الفل، مش قادر اقول لك بيبقى عايز يفرش البيت ورد. ملوش مزاج بقى يبقى ينكد علينا مثلا، اللي هو ولا في زيت ولا سكر ولا سمنه، فما نطلبش. طب فيعمل زي ما حضرتك قلت كده. طب انا اقول لك حاجه، اقول لك حاجه. طب ايه رايك لو ان احنا عرفنا الاوقات اللي هي اوقات الضباب واوقات العواصف اللي بتبقى عنده دي، ايه رايك ما احنا برضو زي ما احنا بنطالبه ان هو يجدول يشتر الحاجه، فيشتري الحاجه ويعمل خزين للبيت. انت اظن ان انت عايزه الفلسفه دي، انه يعمل خزين للبيت فيقل الطلبات. طيب كويس جدا، كويس، انا مع حضرتك الامر ده. هو يعمل خزين للبيت واحنا نتجنب ان احنا نطلب منه في وقت العواصف، ايه رايك؟ هتبقى حاجه لطيفه. يعني احنا هو يعمل خزين للبيت ونتجنب طلب منه في وقت العواصف، يعني وقت الغضب وقت الشده وقت الحاجات دي نتجنب ان احنا نطلب منه، فايه رايك؟ اظن هتبقى حل مناسب ده، ويبقى في نفس الايه، في نفس الاطار اللي احنا قلناه فيه، ودوت برضو ان احنا نتخول ونطلب من الناس ان احنا نختار الاوقات المناسبه للطلب من بعض. نعم.